السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، طلبة الفرقة الرابعة المجموعة الأولى والثالثة، معاكم دكتور عيد رشاد عبد القادر، مدرس الاقتصاد كلية التجارة جامعة عين شمس، وفي مادة الاقتصاد التطبيقي. النهاردة المحاضرة السادسة، وهنتكلم مصري من المشكلات العشرة اللي احنا اتكلمنا عليهم، والثلاث مشكلات دول لهم علاقة ببعض. المشكلة الثامنة اللي هي وجود عجز هيكلي في الميزان التجاري. كلمة عجز هيكلي زي ما قلنا، عجز احنا قلنا قبل كده في عجز هيكلي في الموازنة، عجز دائم. في برضه عجز هيكلي، يعني عجز دائم في الميزان التجاري. بقى ايه الميزان التجاري ده؟ بقى تعالوا نشوف. الميزان التجاري هو جزء من ميزان المدفوعات، بتتسجل فيه الصادرات السلعية والواردات السلعية. يعني العجز في الميزان التجاري لما بتكون الصادرات السلعية أقل من الواردات السلعية، أو الواردات السلعية أو يسموها المنظورة أكبر من الصادرات السلعية. طبعا الجزء ده اللي هو الميزان التجاري ده الجزء الأهم داخل ميزان المدفوعات، لأن بيعبر عن حجم التجارة بتاع الدولة في السلع من السلع. طيب كل الدول بتحاول تسعى إن هي تعمل فائض في ميزانها التجاري من خلال زيادة تنافسية صادراتها. يعني كل الدول بتسعى إن هي تصدر، خاصة الصادرات السلعية، عشان تحقق فائض في ميزانها التجاري. طب الدول اللي مش عارفة، اللي زي حالاتنا كده، اللي مش عارفة تعمل فائض في الميزان التجاري، لأن إحنا بنستورد سلع وخدمات تفوق، بنستورد سلع وارداتنا السلعية كبيرة جدا مقارنة بالصادرات السلعية. فبالتالي بقى لازم نحقق فائض. لو إحنا ما حققناش فائض في الميزان التجاري، نحقق فائض في الميزان الخدمي او حساب راس المال، الجزء الثاني من ميزان المدفوعات او النص اللي تحت من ميزان المدفوعات. يبقى لازم نعوض الميزان التجاري ده، طالما في عجز يبقى لازم نحقق في الميزان الخدمي او حساب راس المال، نعمل ايه؟ فائض. برضو في الفتره من 74 ل 2016، النهارده و2017، الشكل ده بيبين الصادرات السلعية والواردات السلعية والفرق بينهم، اللي هو حالة الميزان التجاري. لو احنا بصينا كده، اللي باللون الأحمر ده هي الواردات، والأخضر هي الصادرات السلعية، والميزان التجاري اللي هو اللون الموف دوت ده العجز في الميزان الايه؟ التجاري. دايما الأحمر، شايفين اللون الأحمر على طول أعلى منين؟ من الأخضر. يعني دايما عندنا في مصر الواردات أعلى منين؟ اهو فضلنا ماشيين كده اهو لاخر حاجه، لغايه سنه مثلا 2004. دايما هنا الواردات اعلى، هي الاحمر، اللون الاحمر ده اعلى من الاخضر. يعني دايما الواردات السلعيه اعلى من الصادرات السلعيه، فبالتالي الخط الموف ده هتلاقيه دايما تحت الصفر. ما دي هنا دي نقطه الصفر، هنا كده الصفر. طيب يبقى الصفر دوت، يبقى كل العجز في الميزان التجاري ايه؟ سالب. لو كملنا ميزان التجاري، بصوا بقى من سنة 2005 الميزان التجاري عمل ازاي؟ فتح على الآخر، يعني حصلت زيادة كبيرة جدا في الواردات وفي حجم التجارة. ايه اللي حصل كده؟ ايه الميزان فتح مننا كده ليه؟ الواردات هنا بقى في سنة 2005 مع دخول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بقى، وتحرير التجارة وفتح الأسواق والكلام ده كله، فتح الأسواق دوت وإزالة الجمارك، عندنا كان في صالح زيادة الواردات فقط. زي ما انتم شايفين كده اللون الاحمر ده الواردات، وصلت الواردات هنا في سنة 2012 حوالي 69.2 مليار دولار، والصادرات 29، يعني حوالي قول دي 70 ودي 30، حوالي عجز الميزان التجاري كان 40 مليار دولار. يعني حوالي 70 مليار دولار واردات و30 صادرات، فالفرق بينهم 40 مليار. نزل شوية كده لغاية آخر سنة قبل التعويم، كان إيه؟ كان عندنا عجز في الميزان التجاري وصل 42.2 مليار دولار. يعني إحنا الفرق بين صادراتنا السلعية وارداتنا السلعية 42 مليار دولار. طب هنجيبه منين ده؟ يعني لازم العجز الكبير في الميزان التجاري ده لازم نعوضه تحت بقى في الميزان الخدمي أو حساب رأس المال. وحساب رأس المال ده فيه بقى قروض، يا فيه استثمارات أجنبية، يبقى لازم نقترض أو نجيب استثمارات أجنبية أو نصدر خدمات زي السياحة والحاجات ديت عشان نعوض
العجز الكبير في الميزان التجاري. يبقى احنا شايفين ان على طول الاحمر ده الواردات اللي شايفه قدامكم اللون الاحمر دي اعلى على طول من الصادرات اللي هي اللون الاخضر، وبالتالي هناك عجز هيكلي كبير جدا في الميزان. العجز ده زاد اكتر مع تحرير التجاره من بدايه 2005. في سنه 2005 دخلت اتفاقيات منظمه التجاره العالميه حيز التنفيذ، ومصر دخلت اتفاقيه برضه المشاركه المصريه الاوروبيه مع الاتحاد الاوروبي في 2004 في يونيو 2004، واتفاقيه الكويز اللي هي اطرافها الولايات المتحده الامريكيه ومصر واسرائيل. الاتفاقيات دي كلها ما كانتش في صالحنا، وعملت عندنا عجز كبير جدا في الميزان التجاري. ده اللي احنا عايزين نقوله في الرسم. طيب ملاحظين هنا الفجوه دي كانت في الفتره دي، في الفتره دي اضيقت شويه في المكان اللي حاطط فيه الخط ده، وبعدين هنا اضيقت شويه في الفتره دي اللي هي في 92 92، وفي 2000 وايه و3 هنا اهو في الفترات دي، وبعدين بدات اضيقت في 2016 من الخط اللي انا هحطه هنا سنة 2016. طيب الفجوة دي او العجز في الميزان التجاري بيضيق او بيقل ليه؟ الاربع خطوط اللي انا حاططهم دول كان في الوقت ده حصل تعويم او تخفيض لقيمة العملة. كان كل ما الفجوة تتسع في الميزان التجاري خفض قيمة الجنيه. طيب تم تخفيض قيمة الجنيه سنة 79 هنا، فتخفيض قيمة الجنيه بيضيق الفجوة مؤقتا، بتتسع ثم تتسع تاني اهو. ثم في بدايه التسعينات تم تعويض قيمه الجنيه برضه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبعدين الفجوه اتسعت تاني في 2003 برضه عاطف عبيد عوم الجنيه في 2003، مش عومه بقى خفضه. هو المفروض التعويم، مصطلح التعويم فلوتنج او فري، اللي هو الفري فلوتنج، التعويم الحر، معناه ان العمله بتتحدد في السوق طبقا للعرض والطلب، لكن التعويم عندنا مش تعويم حر ولكنه تعويم مدار. برضو الفجوه اتسعت تاني مننا، جينا في 2016 خفضنا قيمه الجنيه تاني. يبقى اذا العجز الكبير في الميزان التجاري بيترتب عليه مشكله تانية اللي هو تخفيض قيمه الايه؟ الجنيه. واحنا ملاحظين هنا ان لم تفلح تخفيضات قيمه الجنيه في سد العجز في الميزان التجاري او علاج الخلل في الميزان التجاري. شوف السلايد اللي بعدها بتقول ايه؟ ده طبعا ده تعليق على التجارة ما كانش في صالح الاقتصاد المصري، تحرير التجارة كان خلى الواردات زادت والعجز ده. طيب اللي هندخل بقى على المشكلة التاسعة المترتبة على المشكلة الثامنة. المشكلة الثامنة كانت ايه؟ اللي هو العجز الهيكلي في الميزان التجاري. ده ترتب عليه بقى ايه؟ انهيار قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية. انا هنا استخدمت كلمة انهيار، وحط خط تحت كلمة انهيار، لان ما نقولش اللي حصل للجنيه المصري لما تشوف الرسم البياني انت هتنهار، لان ده انهيار مش انخفاض. مفيش عمله في الدنيا ابدا بتنهار وتنخفض قيمتها بالشكل ده. يبقى اذا الانهيار في قيمه الجنيه زي ما احنا هنشوفه دلوقتي. بص كده، ده قيمه الجنيه امام الدولار من سنه 74 ل 2017. بص كده، الدولار في الفترة من 74 كان بكام؟ من 74 لغاية، بص بقى، لغاية 78 كان الجنيه المصري، ده قيمة الجنيه، ب 2 دولار و56 سنت. يعني الدولار 100 سنت، يعني كان الجنيه المصري يشتري 2 دولار ونص و6 سنت. في سنة 79 وبإيعاز من صندوق النقد الدولي برضو نفس الكلام اهو، خفضنا قيمة الجنيه، نزل قيمة الجنيه من 2.56 من 100 سنت، يعني 2 دولار و56 سنت، وصل لدولار و43 سنت، وده تخفيض من صندوق النقد الدولي برضو نفس الكلام. فضل قيمة الجنيه مستقرة هنا لغاية سنة 88 اهو، مستقرة العملة ثابتة عند كام؟ دولار و43 سنت. بص بقى هنا في بداية التسعينات برضو ايه اللي حصل لغاية كده، لغاية 89. بص بقى شوف اللي حصل، ان بدأت قيمة الجنيه تقل. وصلت كام بقى؟ وصل الجنيه في 91 الى تخفيض تاني اهو للجنيه، يقول لك تعويم. وصل قيمة الجنيه كام؟
32 سنت، 32 سنت. وكان الجنيه بقى نزل، البداية الجنيه بقى أقل من الدولار، الأول كان الدولار الجنيه أكبر من الدولار، 32 سنت دوت، يعني كان ساعتها الدولار ب 3 جنيه 33 أو 3 جنيه و30 قرش، 3 جنيه وشوية يعني في بداية السنة. فضل مستقر اللي برضه قيمة إيه الجنيه قصاد الدولار مستقر في فترة التسعينات. جه في الفترة دي بقى يعني طبعا هو نزل تاني حوالي 30 سنت، من 32 سنت ل 30 سنت في الفترة دي. لو لاحظت الفترة دي بسبب الأزمة الآسيوية كانت 97 98، أهو في الفترة دي كانت في أزمة في الدول جنوب شرق آسيا، خفضت قيمة الإيه؟ هروب الاستثمارات الأجنبية، خفضت قيمة الجنيه. وبعدين بقى جه تاني انخفض تاني من 30 سنة 2000 و2001، نزل ل 25 سنت أهو سنة 2001. لو لاحظت هنا بسبب أزمة الحادي عشر من سنة أحداث 11 سبتمبر بتاع أمريكا، لما أمريكا ضرب برج التجارة العالمي، قيمة الجنيه قلت بقت 25 سنت. يعني هنا معناها إن الدولار كان ب 4 جنيه لغاية سنة كام؟ سنة 2001 كان الدولار ب 4 جنيه. بعد كده جه عاطف عبيد بقى أهو في 2003، نزله يا معلم لكام؟ عومه تاني. في فبراير 2003 عاطف عبيد عوم الجنيه، اصبح قيمته كام؟ ب 17 سنت. يعني 17 سنت، يعني هنا الجنيه كان وصل، الدولار وصل 7 جنيه تقريبا ساعتها بعد ما تعوم في 2000. وايه تعوم بقى؟ ما نقولش تعوم، هو اتخسف به الارض، انخفضت قيمته انخفاض كبير جدا. استمر شويه وقيمته اتحسنت للنمو اللي حصل في الفتره من 2006 ل 2008، ثم جاءت بقى ايه 2011 والثورة، ونزل تاني في سنة 2014 ل 14 سنت، 14 سنت يعني كان وصل 8 جنيه. وبعد كده وصل ل 8 جنيه 88 قرش في 2016. جينا بقى في 3 نوفمبر 2016 التعويم الرابع بقى او التخفيض الرابع، بص وصل ل 6 سنت. يبقى بص قيمة الجنيه في حوالي 43 سنة انحدرت، أو 40 سنة انحدرت إزاي؟ يعني لو خدنا من سنة 78 لسنة 2018 في 40 سنة، قيمة الجنيه في مصر من 2 دولار و56 سنت إلى 6 سنت. لو قسمنا الستة سنت على 2.56 هيطلع 2%. يعني الجنيه النهاردة في خلال 40 سنة بقيمته النهارده بتساوي 2% من قيمته سنة 78، 2% يعني انهيار بما تحمله الكلمة من معنى، خراب بيوت بالمعنى البلدي، خراب بيوت، إن قيمة الجنيه تقل كده نتيجة العجز في الميزان. يبقى إذن ليس هناك إصلاحا حقيقيا، لن تفلح سياسة تخفيض العملة، لن تفلح ولن تجدي في علاج الخلل في الميزان التجاري. رفع سعر هي بترتب عليها فقط ارتفاع في الأسعار فقط. الحل في التصنيع والزراعة، الحل في نركز على التصنيع والتعليم والصحة، ده الحل علشان نعمل برامج تنمية حقيقية. يبقى ده انهيار وانعكاس لتدهور الاقتصاد اللي حصل لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. عشان كده الانعكاس بقى إيه بقى؟ الجنيه قيمته لما تقل بقى إيه اللي هيحصل؟ التضخم، هتيجي مشكلة التضخم. طبعا أنا قلت طرح التعويم وكل عمل إيه، نشوف المشكلة الأخيرة بقى ارتفاع معدلات الإيه التضخم. يبقى إحنا النهاردة اتكلمنا في كام مشكلة؟ ثلاثة، عجز الميزان التجاري ترتب عليها انهيار في قيمة الجنيه، وانهيار في قيمة الجنيه ترتب عليها ارتفاع في معدلات الإيه التضخم. فالتضخم ده بيسموه آفة العصر، لأن مهما تعمل تنمية ومهما تزود الدخول والأسعار بتزيد ما عملتش حاجة، ما عملناش أي حاجة. يبقى عشان تعمل تنمية حقيقية وتزود الدخل الحقيقي لأفراد المجتمع وتحسن مستوى المعيشة، لابد أن إنك تعمل سيطرة على الأسعار. وسيطرة على الأسعار هتيجي إنك لازم تعمل زيادة في الإنتاج تفوق الزيادة في حجم الإيه الطلب. والتضخم طبعا له تقسيمات مختلفة، تضخم بسبب الطلب يعني الأسعار بتزيد نتيجة لزيادة الطلب عن العرض، أو زيادة التكلفة، تضخم المدفوع بالتكلفة، يعني تكلفة السلعة ما بتزيد فالمنتج بيرفع سعرها،
او التضخم المستورد اللي هو الناتج عن بقى تخفيض قيمه العمله او ارتفاع الاسعار العالميه. طيب تعالوا نستعرض كده كان شكله عامل ايه في الفترة ده. معدل التضخم ده كمان يعني ملعوب فيه، مش تضخم حقيقي. لو حسبنا التضخم اضرب ده في 2، لان طبعا السياسات الاقتصاديه بتتعمد تدي قيمه منخفضه للتضخم عشان يطلع سعر الفايده الحقيقي موجب. هنقول ايه ده، بص كده التضخم في مصر عامل ازاي. تعالوا نمشي واحده واحده نشوف التضخم ايه. التضخم في فتره الانفتاح الاقتصادي كان مرتفع برضه، لان في الفتره بتاع الانفتاح الاقتصادي ديت كان بقى في فلوس وفلوس والناس شغاله في الخارج، كان في ارتفاع في الدخل، والارتفاع في الدخل راح للطلب، يعني راح كله سلع استهلاكيه، والكلام في حجم الطلب زاد عن الانتاج فارتفعت الايه الاسعار. تعالوا نشوف الفترة اللي انخفضت فيها الأسعار بس وكانت الأسعار فيها مستقرة من 96 لغاية 2002. بص كده الحتة الجزء ده، الجزء الوحيد ده اللي التضخم ده أنا محدده، ده اللي التضخم كان منخفض فيه كان أقل من 5%، وصل ل 2.3% سنة 2001 تقريبا. في الفترة دي بقى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاقتصادي اللي حصلت في اواخر التسعينات، فتره حكومه الدكتور كمال الجنزوري من 96 ل 99. الفتره دي ترتب عليها انخفاض في الاسعار. طيب جه بقى لما صاحبنا عاطف عبيد عوم الجنيه في 2003، اهو رفع التضخم لكام؟ ل 11.3%. ده كان ناتج لتعويم الجنيه في سنه 2003. بعد كده السنة اللي بعدها تضخم قل ل 4.9، ثم رفع سنة 2007. بص بقى هنا دي الأزمة العالمية للغذاء، في سنة 2007 التضخم في مصر وصل 18.3. في الفترة دي كانت أزمة الغذاء، كانت في ارتفاع في أسعار الغذاء العالمية، وطبعا بما إن احنا في مصر مستورد أساسي وللغذاء، فأي ارتفاع في أسعار الغذاء بتسمى عندنا في تضخم، لان السله اللي البنك المركزي بيحسب عليها التضخم فيها مكون كبير للغذاء. وبعد كده فضل الفرنج اللي هو يدور حوالين 10% بقى، وجينا في 3 نوفمبر 2016 وكانت الصاعقه. في يوليو 2017 وصل التضخم الى ذروته، وصل 33%، ده الرقم الرسمي المعلن، وهو اساسا في الحقيقه كان التضخم 100%، لان الاسعار بعد التعويم اضرب في 2 او اكتر. فالتضخم وصل لاعلى ذروته في مصر في يوليو 2017. ثم السياسه النقديه المتشدده اللي اتبعها البنك المركزي نزلت بمعدل التضخم ل 21.9 في ديسمبر 2018، ثم دلوقتي بيقولوا انه اقل من 10% ونزل تاني مش عارف 6% ولا 7%. لكن حصل تضخم كبير جدا، والتضخم ده ناتج في معظمه الى تخفيض قيمة العملة. طيب نشوف النتائج بتاع التضخم. طبعا ده الشرح. تعال نعلق بقى على الاسعار. التضخم اللي وصل 33% في يوليو 2017 وصل نتيجة لثلاث حاجات. ده أكبر معدل للتضخم حصل في مصر منذ حرب أكتوبر، يعني آخر 45 سنة في تاريخ مصر أو آخر 47 سنة أعلى رقم للتضخم وصل في يوليو 2017 33%. طبعا التضخم ده كان سببه الرئيسي ثلاث أسباب لرفع التضخم. رقم واحد تحرير سعر الجنيه اللي هو تخفيض قيمة الجنيه أو انهياره، يبقى رقم واحد التعويم هو كان رقم واحد. 2 ضريبة القيمة المضافة اللي اتطبقت في شهر 9 2016، شهر سبتمبر 2000 ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الطاقة بعد تخفيض الدعم. الثلاث أسباب دول، رفع الدعم أو زيادة أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة وتحرير قيمة الجنيه، هم اللي طلعوا بتضخم ل 33% في يوليو 2017 إلى دلوقتي أقل من 10%. كده انتهت المحاضرة، دي المحاضرة السادسة، فاضل لنا محاضرة واحدة
هنتكلم فيها على برنامج الإصلاح الاقتصادي. كده احنا اتكلمنا عن 10 مشكلات أساسية بيعانيهم الاقتصاد المصري وخلصناهم. هنتكلم بقى عن إن شاء الله المحاضرة الجاية هتكلم عن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.